انتخابات التي ستحصل بعد مدة لا تصل إلى شهرين. وطبعا هذا الموضوع لعله البعض من الناس ما كان متوقع أنه يكون عنه حديث، ولكن في الحقيقة مثل هذا الموضوع يعتبر من المواضيع المهمة، ومن اللازم أن يكون للإنسان دور، لا أقول دور قيادي ولكن دور على كل حال يرتبط بالعمل، بهذا العمل، باعتبار أنه هذا الأمر سوف نشارك فيه جميعا، ولا بد أن يكون لبعضنا رأي فيه، فسإجابة أو سلبا لا مشكلة، ولكن بالنتيجة لا بد أن يكون هناك رأي. طبعا هناك عدة قضايا مرتبطة بهذا الموضوع، وهذه القضايا مع الأسف الشديد بعض منها يعني مؤسف سلبي، والبعض منها ربما قد لا يكون سلبيا، ولكن أكثرية القضايا فيها ارتباط بالجانب السلبي. أما بالنسبة إلى الجوانب السلبية في الحقيقة في هذا العمل الحاصل الآن، طبعا لا زالت تحصل، فهي أنه تكرار الأشخاص الذين كان لهم كما يقال دور في الفترات السابقة بشكل يعني واضح ومكشوف وكما يقال سلبي، تكرارهم في هذه الانتخابات، وكأن هؤلاء الأشخاص كأنهم أول مرة يشاركون بالانتخابات. على كل حال واجبنا نحن يعني وواجب أي إنسان عاقل أنه أي شخص فيما تقدم تم انتخابه كعضو برلمان، تم انتخابه كعضو مجلس محافظة، وما كان هذا الشخص على مستوى المسؤولية كما يقال، فالمفروض ألا يعاد انتخابه. هذه قضية جدا طبيعية، يعني لا توجد فيها مزايدات، لا توجد فيها، لأنه هكذا الإنسان العاقل لما يروح يجرب في هذا الأمر ويلقى أنه هذا الأمر اللي جربه غير نافع فالمفروض يتصرف. شون إن الإنسان أحيانا يجرب لحاجة، يجرب لعلاج، يجرب لفت شخص، فإذا وجد أن هذا العلاج أو هذا الشخص ليس فيه منفعة فالمفروض ماذا؟ المفروض أن لا يتقرب هذا الشخص أو هذا العلاج مرة أخرى، وهذا أمر طبيعي لا يوجد فيه شيء يعني خلاف المتوقع. فإن طبيعة أي إنسان عندما يكون عنده هدف، عليكم السلام، عندما يكون له هدف وهذا الهدف لا يحصل فإنه يبحث عن جهة أخرى، هذا طبيعي جدا. والمؤسف أنه نحن نرى تكرر الأشخاص الذين شاركوا في الانتخابات السابقة وبشكل يعني كما يقال كبير في هذه الانتخابات التي يعبر عنها انتخابات بلدية أو انتخابات محلية ما شاكل ذلك، اللي هي انتخابات مجالس المحافظات. طبعا هنا في مجالس المحافظات لعله البعض يعتقد أن مجالس المحافظات ليس لها أهمية، لا، في الحقيقة مجالس المحافظات لها أهمية كبيرة، وأهميتها لعله أهميتها في ارتباطها بحياة الناس لعله أكثر من أهمية مجلس النواب. نعم الفوائد التي قد تحصل من بعض المناصب تختلف من منصب لآخر، وهذا قد يكون هو السبب في أن البعض يركز على مجلس النواب دون أن يركز على مجلس المحافظة. هذا واحد. الظاهرة المؤسفة الأخرى في هذه الانتخابات، وطبعا انتخابات النيابية أيضا،
أنه مشاركة بعض الجهات التي لها قيمة اجتماعية في المجتمع، يعني لها هيبة اجتماعية في المجتمع ولها مكانة اجتماعية بين الناس، يعني ما لها دور إيجابي بين الناس، مشاركتهم في هذه الانتخابات بشكل يعني كبير كما يقال، يعني غير مسبوق، لأنه بالنتيجة الإنسان في هذه الدنيا يبحث عن البعد الاجتماعي في حياته، المكانة الاجتماعية، التقدير الاجتماعي. فإذا كان هذا التقدير الاجتماعي هو أساسا حاصل، أنت ليش بعد تدور في مكان ليس فيه تقدير اجتماعي؟ يعني مثلا خلينا أضرب مثلا، شخص كان قاضيا، قاضي يعني مرتبة مهمة في المجتمع، شخص كان ضابطا مرتبة مهمة في المجتمع، شخص يعيش الآن مثلا زعيم عشيرة، زين، شخص يعمل الآن أو كان يعمل طبيبا، وهكذا. هؤلاء كلهم لهم مكان اجتماعي، طبعا توجد أمثلة أخرى أيضا، مهندس متقاعد أو مهندس أو طيب أساتذة الجامعات. طيب ما هو الشيء الذي يفتقده مثلا رئيس العشيرة؟ ما هو الشيء الذي يفتقده القاضي المتقاعد؟ ما هو الشيء الذي يفتقده الطبيب سواء كان متقاعدا أو كان طبيبا لا زال يعمل في مجال الطب؟ ما الذي يفتقده؟ لا شيء، لا شيء. هذه العناوين جميعا وغيرها طبعا، هذه العناوين جميعا لها مكان اجتماعي، وهذه المكانة الاجتماعية حصلوا عليها بحسب العنوان، بحسب العنوان. يعني مجرد كونك طبيب أنت إذن محترم، تم بالنتيجة الناس تحتاجك وتلجأ لك وتقول ويكون لك دور إنساني، دور إيجابي وإنساني. مجرد أن يكون لك مكانة، يعني مكانة زعيم عشيرة، يعني أنت لك مكانة غير طبيعية بين الناس، لأن هذا منصب خطير جدا. فبهذا المنصب أنت لا تحتاج إلى أن ترتبط بأي مكان آخر. إذا كنت طبيبا فأنت لست بحاجة لهذا الارتباط، إذا كنت قاضيا سابقا، قاضيا حاليا، طبيبا سابقا، طبيبا حاليا، مهندسا سابقا، مهندسا حاليا، هذا عنوان له مكان اجتماعي. فبالنتيجة لا نقول بأنه الأشخاص الذين كانوا يمارسون هذا العمل أو يمارسون هذا العمل لا، ليس من الجائز شرعا أن يرتبطوا، لا، وإنما كثرة المتقدمين على مثل هذا الأمر كأنه ماذا؟ كأنه مغنم. يعني عدد الأطباء المشاركين، عدد القضاة المشاركين، عدد رؤساء العشائر المشاركين، وهكذا. يعني شيء نقول عنه يعني ملفت للنظر. فلذلك ماذا نقول؟ نقول بأنه هذه ظاهرة سلبية. لماذا سلبية؟ لأنه هذا هو سبب كونها سلبية، لأنه هذه العناوين وحدها هي عناوين إيجابية. يعني كوني طبيب هي صفة إيجابية، عمل إنساني معروف ما يحتاج إلى شهادة أحد. كوني زعيم عشيرة هذه مكانة اجتماعية يحسدون عليها كثير من الناس. كوني قاضي متقاعد، كوني ضابط متقاعد، كوني مهندس متقاعد، هذه كلها زين. هذه العناوين الإيجابية التي حصلت عليها بحسب هذا العنوان، كيف أغامر بها وأبحث عن
الحصول على مكان في مجلس النواب أو مجلس المحافظة. هذا المكان عليه سمعة، وسمعة ليست جيدة.